ما حدش بقى لي أمان صدقني. أخوك اللي من أبوك وأمك نفسه ملوش أمان. الله عندك حق. أنت فاحت نفسك في سكة مش سكتك، ما أعرفش ليه، بس أنا عملت الخطوة الصح. اللي هي؟ عملت شركة. لا، والشركة بعيدة عن سليمان خالص. أنا نفسي أعرف إيه اللي في دماغك ناحية سليمان؟ والله مش أنا اللي في دماغي، هو اللي في دماغه. هو يعرف واحدة تانية وأنا ما عنديش مشكلة، أصله يعني لو واحدة طياري عادي، بس إنه يتجوز عليا تخيل؟ يتجوز عليا يعني يجيب واحدة ويسويها بيا، وأنا ما برضاش بكده خالص. أولاً ما بحطش نفسي في موقف زي ده، وتاني حاجة مهما كان اللي هيجيبها عمرها ما هتبقى زيي، أو زي ما بيقولوا السعيد عمرها ما هتبقى جزمة في رجلي. جزمة في رجلك؟ آه. عارفة أنا بحب الست الواثقة من نفسها. وأنا ما بتكلمش، باخد موقف على طول. قولي بقى هتتغدى إيه؟ بحب الحمام يا حبيبتي. واقول لك بحب ايه كمان؟ بحب الكلام الحلو، الكلام اللي يحسس انه الراجل الوحيد في الدنيا دي كلها. ايه اللي جابك هنا؟ انا مش جاي هنا بخطري، انا جاي هنا عشان اعرف ايه اللي بعدك عني. انا اسفه، دي مراتك؟ ايوه مراته. اسف، يلا قوم. مش قبل ما تعرفنا على الهانم الجميلة الحلوة اللي تقلع القلب وتخطف العين دي؟ متشكرة قوي، أول مرة حد بيوصفني بالطريقة دي. اشرح لها معلش فهمت غلط، وبقى قول لي على اللي اتفقنا عليه هنعمل إيه. عن إذنكم. أنت إزاي تيجي هنا من غير ما تقولي؟ هتتجوزها يا مروان؟ جواز إيه وزفتي إيه؟ ده شغل. شغلي مع دي؟ في ايه تشتغل معاه فيه؟ انت تصرفت تصرف غبي. غبي؟ تشتمني عشان دي؟ فيها ايه احسن مني؟ فيها ايه زياده عني؟ دي افتح معاها شركه وهي اللي هتساعدني. طب ما تقول بتداري ليه؟ ما جاتش فرصه. اهجت الفرصه ودينا قاعدين. قول لي ايه الشركه دي؟ عايز اعمل شركه لنفسي بعيد عن اي حد. عايز تطلع عن طعبك؟ يلا قومي.